أحياناً منفقد السيطرة وبتهرب الحياة من بين إيدينا مثل لو إنا كمشة رمل، وهذا الشي عاشته رفيف اللي ما عم تعرف ليش وصلت لهالمرحلة وليش وقعت بهالمصيبة الكبيرة، لأنه هي بالنهاية ما ارتكبت هالذنب اللي بيستحقها العقوبة القاسية. ما حدا بالعالم ممكن يصدق إنه كل هالشر ممكن يطلع من طفلة صغيرة، حتى هي ما كانت مصدقة إنها عملت هيك. فعلاً قصة غريبة. وهلأ ما ضل قدامها إلا طريقين، يا أما بتعترف لهم بكل شي عملته، يا أما بتكمل بهاللعبة اللي بلشت فيها للآخر. وملك ليش لتعمل هيك يا نيرمين؟ أنا كم مرة بدي عدلك الحكي عمر، عملت هيك لتخلص من رفيف. أكيد ما عم بكذب عليك، سمعتها بإذني وهي عم تحكي على التليفون. أنا مصدقك بس هي لساتها طفلة صغيرة، يعني ليش بدها تكره رفيف كل هالقد؟ يمكن تكون بنتك حاطة الحق بموت أمها على رفيف. يلا خلصنا، روح شوف بنتك ولا تضيع وقتنا بهالحكي. يلا يلا هلا بشوف. ملك؟ شو نمتي؟ ملك؟ أمي بدي أسألك عن إيدك المحروقة يا بنتي. بس أنا كتير نعسانة بابا، خلص بكرة بتسألني. نامي يا روحي، ماشي. شو صار؟ اعترفت لك مو؟ المسكينة نامت من كتر ما فتلت اليوم بالمخافر يا حرام. عن جد انت مو معقول، من 5 دقايق كانت فايقة. عمر لازم تسألها. خلص من الصبح فيقة وبسألها عن كل شي، ماشي نيرمين؟ بتمنى ما تهمل هالموضوع عمر لو سمحت. ملك بنتك بس رفيف شريكة حياتك. رفيف انسانة محترمة وما بصير تتبهدل بالمخافر. يلا انا بدي روح. صباح الخير ملك. صباح الخير بابا. شو كان بدك تسألني مبارحة؟ ولا شي، يعني انتي بالمغفر حكيتي لعم وشرطي كل شي صار مزبوط؟ خالة رفيف رح تتعاقب ما؟ لسه لهلأ ما بنعرف شي، بس المحامي قال لي انه ما رح يسجنوها. كيف يعني؟ يعني ممكن القاضي يعطيها تنبيه صغير ويقول لها انه ما لازم تعيد هذا التصرف. بس إذا رجعت أذتني وبيرجعوا بياخدوا على السجن مرة تانية صح؟ ما رح يصير هالشي يا ملك، لأنه قبل ما تجي رح أبعتك لعند ستك. قلت لي لعند ستي؟ وهالشي لمصلحتك حبيبتي، يعني شو بقدر أعمل إذا حاولت تأذيكي كمان؟ أنا بعرف أني رح اشتقلك كتير، بس المهم أمن عليكي. يلا بنتي خلينا ناكل لقمة هلأ وبعدها منضب غراضك ومنمشي. بابا مين قالك إنه بدك تحميني من خالة رفيف؟ بدك يعني اسكت بعد ما حرقت إيدك؟ مو هي اللي حرقتها، أنا اللي حرقت إيدي بابا. خالتي رفيف ما قال علاقة بهالشغلة. وأنت كيف تعملي هذا الشي يا ملك؟ ستي هي اللي قالت لي أعمل هيك، قالت لي إذا فاتت خالتك على السجن بتضلي لحالك مع أبوكي، وقالت لي إنه هيك رح تحبني أكتر. خالة رفيف ما عملت لي شي بابا، لو سمحت لا تبعتني لعند تيتي، أنا بدي ضل هون. سمعتي ميسون خانم ما هيك؟ اليوم رح نروح على الشرطة لتغيري أقوالك. مثل ما بدك، بس بترجاك بابا لا تتركني، ما بقدر أعيش من دونك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.